بصي هقول لك على حاجه، القرمشه دي راجعه لنشا ونشادر بطبعا نسبه وتناسب، وعلشان السكر يبقى معاكي اللي هو ايه يتكسر معاكي قوي كده لازم في درجه حراره معينه والله عشان نطلع بالناتج اللي احنا شايفينه دلوقتي. غير خالص مثلا ده كاجو، حاجه مستحدثه بقى ده كاجو يا جماعه. دي حاجه مستحدثه. وعندك كمان اللوزيه، البندقيه، كله هيتاكل. ايوه كله كل الحاجات دي مستحدثه. بس بقى نرجع بقى للاساسيات. السمسميه فين؟ اهي اهي. والحمصيه اهي. بصي رهيبه. دي مفيده على فكره، رهيبه السمسميه دي كلها. سمسم مفيد. اقول لك دقيها سكرها معقول جدا، يعني هي جت على دي. ايوه سلام عليكي، بتلاقي كده في حاجات كده غريبه. سكرهم معقول، يعني انا بشوف في براند معين صح. لا السكر معقول وتكسري البتاع وريحتها موارد قوي. ما هو ده بقى بيستبدلوا الفانيليا بالماء الموارد والزهر. هي بقى حسب الاطعمه، بس خد بالك انت بتعمل براند لناس ممكن يتقبلوا ممكن لا. ايوه لكن دي مثلا فانيليا، انا الفانيليا متهيأليش انه وبعدين انت بتحطيها بكميه برضو معينه ما تخليكيش تحس بيها اصلا. هي الحاجات دي بتصنع في البيت ينفع اصنع الكلام ده؟ طبعا يا شيخ طبعا. ازاي يا جسد؟ هقول لك على حاجه. عملت الكميه دي جبت شويه ترى حمص. شفتي بقى انا جايبه لك اهوت اهو الفول السوداني ماشي. وادي الحمص ماشي. طبعا ده بيتحمص عشان خاطر نخرج منه الرطوبه خالص. طيب هو والحمص والسمسميه. طب نعمل ايه؟ كل كوبايتين عملت عليهم 3 كوبايات من السكر على كوبايه ميه فانيليا، خلاص كده بحط عسل بديل الجلوكوز. اللي ارتاحي فيه اعمليه، العسل بيربط والجلوكوز برضه بيربط. طيب متوفر عندك اعمليه ماشي. بس كده والله، بس كده بس كده بس كده. ده نفتح مصنع بكره مصنع بكره وابقى بصوا وهروقكم حلاوه المول. أيوة ده هروقكم. ايوه بقى، يعني هو احط سكر جلوكوز وارص السوداني وارص اهم الحمص. حاجه وفي خطوه مهمه انا بعد ما بعقد بجيب مثلا الكوبايتين بتوع السوداني حمصتهم كويس جدا على النار. احط عليها كبشه واتنين خلاص قلبتهم تقليبه كويسه. طب اعمل ايه بعد كده؟ في صينيه الومنيوم او ستانلس، حلو، ما استبدلش ابدا لا ببلاستيك لانه طبعا بيتفاعل مع الحراره طبعا، وكمان البايركس لان درجه الحراره بتبقى شديده قوي ممكن تعمل. وانا هدخل الفرن؟ لا امال هعمل ايه؟ انا هحط دلوقتي اهوت المعقود مني من طيب. السيرب صح كده ماشي. وحطيته على الفول السوداني وحطيته على الحمص والكميه اللي معايا. حلو حلو جدا. وانا بحط درجه الحراره عاليه جدا زي اي شربات او بيعملوا في البيت ماشي. الحلو بقى في الالومنيوم ان هو اولا ما بيلزقش مع حاجه، مدهونه بزيت، المعلقه اللي بستعملها معقوله بزيت. وبرص الراسه اللي انا عايزاها، عايزاها كده، عايزاها مدوره، عايزاها رفيعه، عايزاها ده بتاعتي انا. خلاص نشفت خلاص بجيبها واكسرها وهي لسه ما نشفتش تماما. وبكسر منها واقطع بقى القوالب اللي انا عايزاها بس كده والله بس كده.